مجتمع صار عايش على المظاهر يختار نوع الأكل مو لأن هو حابه أو لأنه جاي على باله، لا، حتى يصور الأكل وينشره ستوري ويجذب أكبر قدر من الناس. ما يشتري السيارة اللي توديه وتجيبه الشغلة لأنها السيارة عملية أو لأن حاب نوعيتها، لا، يشتري سيارة أكو إجماع عليها أنه هي سيارة خاصة بالأغنياء والمشاهير على مود مظهره ومكانته بين الناس. أما موضوع اللبس فحدث ولا حرج، ما يشترون اللبس المريح ويبتعدون كل البعد عن العادات والتقاليد وينسوها ويلبسون الغريب والخارج عن المألوف حتى يصيرون حديث المنطقة والسوشال ميديا. وعلى هالمنوال المظاهر صارت هي تحكم ذوقنا ورأينا معظم أمور حياتنا، ومثل هالأمثلة أكو هواية بمجتمعنا للأسف. هي هذه هوس الترند والسوشال ميديا خلى الناس تفقد أفكارها وأعصابها، وصار هوس عندهم الموضوع أنه فعلا أنا يمكن مثلا ياخذ سيارة تأذي، ما عنده إمكانية أنه مثلا إذا عطل بيها شيء يصلحها، لأنه بس فعلا هي السيارة هسه الكل تريدها. يعني من الناس إذا أحب سيارة أرتاح بها بقيها سنين، ما يهمني رأي الناس، يهمني أنه هي مريحتني. تجيبي العالم هسه السوشال ميديا قام يفرض عليهم هذه الأمور بالذات اللي متأثرين بها كلش، يقولش لا أنا فعلا عندي أهم شيء أريد أصور. يعني أكو ناس ما يهتمون بالطلعة ويستمتعون بها قد ما يظلون يصورون. صحيح. يعني أنا عند أشوف أكو هواية ناس بكل شيء هيك بالأكل وبالشرب، ومو مشكلة، إحنا كل مرات نحب نسوي شغلات ترند عادي، بس أكو ناس ما تسوي شغلات بس الترند. يعني حتى أنا أشوف بنات ما يخلون الميك اب اللي يرهم لهم، الميك اب هذا هسه الموده فاخليه. يعني المفروض اني اشوف اللي انا حابته او اللي عاجبني، مو اللي بس هذا طاش هسه ومنتشر. صحيح. وحتى المطاعم مثلا، هذا مطعم مشهور فلانه صورت بيه، تعالوا نروح نقعد بيه وناخذ بيه صور، شو علي انا مطعم مشهور ولا لا؟ اكله طيب لو لا؟ مو صح؟ اي صح. هو الرقي ابد ما له علاقه بالسعر او الشغل الاماكن اللي انت تقعد بيها. صحيح. اكو ناس يقدرون يكونون راقين يعني بتصرفاتهم، بثقافتهم، بخلفيتهم الثقافيه. صحيح. باسلوبهم بالكلام. صحيح. يعني مو ضروري يكون هاي، هو بس ترى سرعة هذا موضوع المظاهر بمجتمعنا موجود من زمان. صحيح. مو هسه، يعني قبل كانت تختلف عن هسه. مثلا قبل كان اذا مثلا ايش ما ادري، اذا الدولمه بيها لحمه هوايه كانت مظاهر مثلا، مو صح؟ لا انا احب بيها لحمه هوايه.